كنت خدام حتى عقلت ما بقاش عندي الميل بريب. مشيت كنجري في الكوزينه وكنجبد في الانجريدينتس، بديت كنقطع وكنوجد في الخضره، الفلفله اللي مهمه كنقطع وكنشطح، زيت قطع حتى عييت. من بعد جبدت البطاطا حلوه وقطعتها حتى هي، ناشط مع راساتي كنغني وكنشطح بحال دائما، وجبت الدجاج والكفته كنصوب في داك السيزنينغ باش يجي داكشي زوين، خلطت مزيان باش يشد المذاق وغسلت يدي. من بعد جبت ثلاثه د المقلات زدت عليهم زيت العود وبديت كنطيب في داكشي. كل ميل بريب في مقله ديالنا بدا كيجيني الساه داك الطيام، ومشيت نغسل الموال حيت دابا المهمه والوالده كتشوف هاد الفيديو. من بعد زدت الفلفله كنشطح وكنخلط في دوك الريسيبيز، زدت الروز والكفته باش طيب، خلطت داكشي كلشي وزدت عليها لاصوص ناري واحد الريحه واو واو. شوفوا لي هاد السمك كنخلط عاوتاني وخليته يطيب واو واو. غادي نضرب داكشي في العشاء. صافي خليت داكشي يبرد، مشيت نرتاح ونضرب داك الموسلي وكملت خدمتي. اشا ما